قبل ما نبتدي بقى الحلقة، انا مهم جدا ان انا برضو اتكلم عن نقص فيتامين د. فيتامين د ده للأسف بقت شائعة فظيعة، ان ناس كتيرة جدا عندها النقص ده. النقص ده بيسبب حاجات كتيرة قوي هتكلم عليها دلوقتي، علشان الاول نبقى فاهمين احنا ايه الاعراض اللي عندنا، احنا حاسين بايه، هل الاعراض دي عندنا ولا لا. تمام، مبدئيا اول حاجة الارهاق، هنحس ان احنا على طول مجهدين ومرهقين وان عضلاتنا تعبانه. الالم المزمن والمتواصل في الجسم، يعني هتحسوا على طول ان في اوجاع معينه ما بتروحش من الجسم. تمام، لو لاحظتوا الحاجات دي يبقى على طول تشكوا ان في نقص فيتامين د. برضو قله الحرق، هتلاقوا انكم مش بتحرقوا كويس، ما بتخسوش، واقفين جدا على الميزان او بتزيدوا، ده نقص فيتامين د. عندنا برضو هشاشة العظام، ودي بعد الشر بنوصل لها بعد فترة، فاحنا مش عايزين نوصل لها أصلا. فمبدئيا لما نحس بالأعراض اللي هي اللي قلت عليها دلوقتي دي، يبقى على طول لازم نعمل كشوفات ونشوف المشكلة فين. تمام، عندنا بعد كده بعد هشاشة العظام في برضو ايه، عندنا تطور أمراض القلب، تلاقي أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية وقصة بقى مش عايزين نوصل لها أصلا. يبقى أول الأعراض هو ان الواحد يحس بارهاق، تعب، ما بيحرقش، عضلاته وجعاه، في الم مزمن في حتت معينه. لاحظنا ده نروح على طول نعمل كشوفات، ايه اللي ناقصنا، هل ناقص فيتامين د، هل ممكن يكون ناقص فيتامين ثانيه، نشوف ونكشف. بعد كده لو احنا ما روحناش عملنا الكشوفات ديت، الموضوع بيتطور بيوصل لدرجه ان بيحصل هشاشه عظام ونوبات قلبيه بعد الشر، والكلام ده كله مش عايزين نوصل له خالص. طيب ايه اهم حاجه بقى لقصه فيتامين د؟ هو بيجي ازاي او بيتكون ازاي؟ اهم حاجه ان احنا نعرض جسمنا للشمس ونعري، ما يبقاش بهدوم، يعني في البلكونه كده، او يعني في البلكونه مثلا في حته متداريه عشان الناس المحجبه تعري، ولازم الجلد هو اللي يتلمس للشمس قبل 10 الصبح او بعد 4 العصر. مهم جدا النقطه دي. معانا تليفون مدام مجدة. الو، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. الحقيقه انا عايزه اقول لك اللي بيتواصلش معاكي اكتر بكتير مش عارف يتواصل يا حبيبتي، وحقيقه يعني عايزه اقول لك ان انت انسانه ربنا يكرمك، مش قادره اقول لك، يعني انت كانك رسول بتوصلي رساله للناس كلها، رساله محبه، حب للناس كلها. عايزه الناس كلها تبقى كويسه، عايزه الناس كلها تبقى سليمه صحيحه، زيك زي اي رسول وصل للدنيا كلها. ربنا يكرمك ويسعد بيك الناس كلها، ويسعدك في ولادك واهلك وكلكم حقيقة. ربنا يكرمك، مش قادرة اقول اكتر من كده. ربنا يصلح حالك يا رب. الله يخليك يا رب. انا بشكرك جدا على كلمتك دي يا رب، بجد اكون قد ده، وان انا اكون بقدم رسالة تساعد الناس لصحة احسن، هو دي امنيتي في الحياة، ما عنديش اي امنية تانية. فعلا الدنيا فانية، لا عندي أمنية شهرة ولا أمنية بجد ولا فارق معايا كل ده، فعلا أمنيتي هو إن أنا أعمل رسالة في دنيتي تبقى يعني أتفاجئ في الآخرة بعلمي وانتفع به، وهو ده أهم حاجة فعلا. وبشكرك جدا على المكالمة، ويا رب المعلومات توصل لكم بشكل حلو وتبقوا فاهمينها وتساعدكم بجد يا رب، آمين. طب ناخد معنا تليفون هبة. ألو. ألو، وطي صوت التلفزيون يا حبيبتي. ماشي، اهلا بيكي. معلش. طيب يبقى احنا قلنا اهم حاجه، اول حاجه ان احنا نعرض جسمنا لاشعه الشمس، لان كتير جدا مننا ما بيطلعوش، يعني بيناموا المتاخر، ما بيطلعوش بره، بيبتدوا يخرجوا بالليل، فعدم التعرض لاشعه الشمس في الاوقات الصح بتخلي على طول يبقى في نقص فيتامين د في الجسم، لان اشعه الشمس دي هي اللي بتساعد على التكوين فيتامين د في الجسم. طب ايه كمان عندنا برضو؟ الاكلات المهمه. خلاص، الاكلات المهمه زي الكبده، صفار البيض، وكبده على فكره البقري وصفار البيض، وعندنا كمان مهم جدا الاسماك، الاسماك رائعه، والتونه، كل ده بيساعد على ان الجسم يدخل له فيتامين د. هو في فيتامين د حيواني وفي النباتي. الحيواني بيكون خلاص فيتامين د 3 اللي هو اتكون خلاص، اللي بيخش على طول على العظم. في فيتامين د 2 اللي هو بيبقى النباتي او من الاكل النباتي، وده لسه لازم يتحول.
فالناس اللي بتعاني جدا هم النباتيين، النباتيين اللي هم ماشيين بشكل يعني ستريكت جدا او صارم جدا على ان هم ما ياكلوش حاجات حيوانيه، دول اللي بيتاثروا جامد قوي. فمهم قوي ان احنا ندخل حاجات او منتجات حيوانيه. طيب احنا كده دي مبدئيا. باكد تاني، اشعه الشمس قبل 10 الصبح وبعد 4 العصر، لان لو في النص دي بتبقى اشعه فوق البنفسجيه وبتبقى ضاره وبتضر الجسم، لكن الاشعه قبل 10 الصبح وبعد 4 هي دي اللي بتبقى خفيفه فبتدينا الاحتياج اللي احنا محتاجينه. تمام. طيب عندنا بعد كده عايزين نفهم مين الناس اللي بيجي لها بقى هشاشه العظام. طبعا قلنا اول حاجه الناس اللي ما بتطلعش للشمس كفايه. طيب عندنا برضو الناس اللي محتاجين فيتامين د جدا، الستات اللي عندها انقطاع الدوره او ما بعد انقطاع الدوره. ليه؟ لان الهرمون هرمون الاستروجين بيقل في الجسم، فلما بيقل بيسبب بقى اعراض معينه منها نقص فيتامين د، فنراعي ان احنا ناخده كسبلمنت او كحبوب علشان نغطي الاحتياج دوت. طيب مين كمان؟ الستات اللي بترضع، لان الجسم بيدي فيتامينز ومينرالز كتيره جدا للبيبي، فالجسم بيفتقد ده بعد كده، يعني هو بيدي كل حاجه للطفل فهو بيفتقد حاجات مهمه جدا، فلازم احنا نعوضه برضو للاحتياج دوت. تمام. يبقى كده دول اهم الناس، وبرضو المليانين شويه في ابحاث اثبتت ان هم برضو بيبقى عندهم النقص دوت، يهتموا بسبلمنتس وعلى طول تعملوا كشوفات وتشوفوا عندكم النقص ده ولا لا. والناس اللي عندهم مشاكل هضم او عملوا عمليات تخسيس، فبالتالي اللي هي مثلا تغيير مسار او كل ده بيأثر على امتصاص الجسم اللي ايه للفيتامينز بشكل صح، وما بيكونش كل حاجه بشكل مظبوط، فلازم ناخده كسبلمنت.